داخل أرضية الميدان الهيبي. سيأتي صوت الخيال خالد آل سعدي الهيبي للمالك ماهر الهيب من هيب طوبة. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. دبي أيضا داخل أرضية الميدان. سيأتي صوت الخيال عمر غدير. أميرة أيضا متواجدة معنا. سيأتي صوت الخيال سلمان الآسف. الهيبي الملك ماهر الهيب من هيب طوبة. يلا خيال الخيل جاهزة ظهورها. الله يرضى عليكم. المصور القدير المعروف نزيه كعبية ان شاء الله على خير يوم الثلاثاء يوم الزفاف بخيال وعريس الموسم نزيه خالد العزبي كعبية. الف الف مبروك لجميع الخيالة والمدربين والجماهير الغفيرة. تبارك للأخ نزيه كعبية بمناسبة زفافه إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في عرب الكعبية. مبروك ألف مبروك لنزيه عريس الموسم المصور المعروف. إذن سلمان الأسم على صهوة أميرة أيضا يتجه إلى نقطة الانطلاق بعملية الإحماء. خالد السعدي أيضا على صهوة الهيبي. ننتظر فقط اعتلاء الخيال بزيو على بزيو. يعتلي صهوة الغول 2016 فئة أولى هذا الشوط. إذا أياس أبو جبل أبو العاطف وسيم جواميس على صهوة مدهش متجه إلى نقطة الانطلاق بعملية الإحماء. ستة مشاركين في هذا الشوط دبي مدهش أميرة الغول الهيبي وبلاك بلنسه. الخامسة بأسرع وقت ممكن شوط الخامس شيخ الرشيد فرعون النيل الوزير أربوك والعراقي حكا. لا بعدنا سالم العقبي. ستة مشاركين في هذا الشوط. لحظات تفتح الأبواب أمام خيول المجموعة الرابعة دبي مدهش أمير الغول الهيبي وبلاك بلنسا. تفتح الأبواب ويقلع الشوط الرابع. هنا في مهرجان المطار طمرة تهدئة الخيول أولا داخل جهاز الانطلاق ومن ثم تفتح الأبواب. وقف الإخوان ينطلق الشوط الرابع على بركة الله بسم الله ما شاء الله. انطلاقة موفقة للمجموعة الرابعة. الغول مع بزي متصدر المجموعة. بل سلمان الأعسم على صهوة أميرة بسم الله ما شاء الله متصدرة المجموعة. أميرة متصدرة المجموعة مع الخيال سلمان الأعسم الهيبي بالمراتب الثانية مع الخيال خالد آل سعدي. الخيول بالمراحل الأولى من السباق.
الغول بالمراتب الثانية مع الخيال بزير، والخيول الآن تدخل المنعطف الأول. ما تزال أميرة متصدرة المجموعة مع الخيال سلمان الأعزم. الخيول الآن خرجت من المنعطف الثاني، الخيول خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. أميرة بسم الله ما شاء الله ما تزال متصدرة المجموعة مع سلمان الأعزم. الغول مع بزير، الغول مع بزير الآن بالمراتب الثانية. يا سلام، نزاع على المرتبة الأولى، نزاع على المرتبة الأولى. الخيول بنزاع، دخول رباعي خماسي، دخول رباعي خماسي. يا سلام، أميرة، أميرة والغول، أميرة والغول. بل هي بلاك بلنسه مع سالم الأخبي. بلاك بلنسه، بلاك بلنسه، بلاك بلنسه يا سلام. بلاك بلنسه بطلة هذا الشوط. بلاك بلنسه بسم الله ما شاء الله يوم مثمر هنا لشركة علاقة سوسي فالح أظن مر. بسم الله ما شاء الله بلاك بلنسه بطلة هذا الشوط باستحقاق بعد الانطلاقة الغير موفقة، لكنها قرصت الفارق ما بين المنعطفين لتنتفع في الخط المستقيم وتتفوق على الجميع. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بلاك بلنسه بكل استحقاق هنا في ميدان المطار مع الخيال سالم الأخبي. بسم الله ما شاء الله بلاك بلنسه بالمالك فالح فلاح أبو النمر من عشيرة الهيبة أبو صياح الزرازير وملاك شركة علام عسوس. معاد أبو علي يسلم كأس المرتبة الأولى لبلاك بلنسه وللتصفيق. مبروك مبروك لأبو النمر، فوز ثاني يعد اليوم لأبو النمر. مبروك مرة أخرى لشركة علام عسوس، فوز البطلة بلاك بلنسه بتلفحة لصانع الأبطال بلاك ديسبرادو لون بلنسه. نمر يا نمر ارفع الكاس لفوق، ارفع مبروك لابو النمر، مبروك لطارق لساري، مبروك لعلام السوس، مبروك لصافي ايضا. الغول صاحب المرتبة الثانية في هذا الشوط مع الخيال بزي وللتصفيق. الغول صاحب المرتبة الثانية في هذا الشوط رغم الانطلاقة الغير موفقة لكنه اكتفى بالمراتب الثانية مع الخيال إبزيو. مبروك ألف مبروك. مبروك ألف مبروك لملاك ومدربي وطاقم أميرة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كانت بقيادة سلمان الأعسن أميرة. أتمنى لها التوفيق هنا في